اتفضلي. انت متأكد ان انت مش هتباني؟ انت لسه ما تعرفنيش. اتفضلي. حاسه ان انا تايهه مش عارفه اروح فين. انا مش هنكر ان انا خايفه منك. وانا بقولك ما تخافيش، تفضلي قاعدة هنا معززة مكرمة لحد ما تشوفي انت عاوزة تعملي ايه. تعالى اوريكي المكان اللي هتقعدي فيه. تعالي. الخديوي بيحب ولا ايه؟ دي تبقى نمره دي. ملاش فيه. وبعدين عيب اول لما الخديوي يدينا ضهره نقعد نرغي اللي انت في سيرته. انضافوا بقى ككل قرف. عامل لي فاشخ زاويه يا دراخر. اضحكوا اضحكوا. ما تكوني لا مش فاهمين حاجه. تعالي ما تخافيش. تعالي. طمني. انت هنا في امان. هجيب لك عشاء وصلنا برا لحد الصبح. انت متأكد ان انت مش هتعمل فيه حاجة وحشة؟ أسد على الحرام من ديني مفنيتي غدر ناحيتك. وأنا لو عاوز أقتلك كنت قتلتك. ما تخافيش. أنا هحميكي. ما خافش ازاي وانت قتل قتل؟ لا اله الا الله. تمام يا ست الكل، كنت عاوز اقتل جوزك. عشان هو كان بيقتلني كل يوم. والنهارده كان ممكن اتقتل عادي. ده راجل مجنون. بس خدي بالك مش هيهدى غير لما يوصل لك. هو عارف منين ان انا اتكلمت معاك انت بالذات؟ ما انا قلت لك تليفونك على الهوا. اكيد راكب تليفونك. عبد تيمون مش هيغلب. انت مديله اكبر من حجمه. لا يا ست الكل، انت اللي مش عارفه جوزك كويس. انت المؤاخذه بتشوفيه بالروب. هو انت فاكره ان جوزك بتاع حديد وسياحه وعلى الله حكايته وكده؟ لا، جوزك تاجر سلاح تقيل بس بيعرف يغطي حاله كويس. طول عمري كنت شاكه ان ورا حاجه. المهم دلوقتي ان انا وانت بقينا اخصمه، وهيهد الدنيا ويولعها نار عشان يجيبك ويرد عليا. انا عارف ان انا دخلت حالي في حرب كبيره بس انا قدها. بس المفروض يعني انت مش مضطر تدخل الحرب دي. وتدخلها ليه؟ خصوصا يعني بعد ما عرفت ان هو حط ايده على كل فلوسي. بس انت كل انا مش عاوز منك حاجه. انا مش هدخل الحرب دي عشان عاوز منك فلوس، عشان هو لعب بيا واستخدمني. وسيف الخديوي ما بيعتمدش الكلام ده. بس للأمانة مش ده السبب الوحيد. يا ريت تبقى معايا صريح أكتر من كده. أنا عايز أحميكي. حابب أحميكي. هسيبك ترتاحي.